أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. في هذه الحلقة إن شاء الله سأشرح لكم أحد الأعطال الهامة التي تلحق بالسخان أو الشوفو. من بين هذه الأعطال العطل الذي يلحق بهذه القواطع، قواطع المغناطيسية أو دي فالف مانيتيك. عندنا هنا في هذا النوع من السخانات، هذا هو أعزائي المشاهدين بالنسبة لهذا السخان للإشارة فقط، فهو يعمل بدون الحاجة إلى ضغط قوي للماء، فهو يعمل حتى بدون ماء، يعمل بشكل مباشر. بالنسبة للعطل الذي تحدثنا عنه يلحق بهذين القطعين الكهرومغناطيسيين. بالنسبة لهذين القطعين كما تلاحظون، هذا هو كما تلاحظون فالف مانيتيك فالف أو القطع المغناطيسي. بمجرد ما يتم تزويده بالطاقة الكهربائية يشتغل ويجذب هذا السداد إلى هنا كما سأريكم بعد قليل. كما تلاحظون هنا مزود بالبطاريات، سأقوم بفتح الدارة الكهربائية، بغلق الدارة الكهربائية عفوا. لاحظوا سنبعث هنا شرارة في انتظار الغاز. بالإضافة للشرارة ستسمعون صوتا هنا في هذه القواطع كما سمعتم مرة أخرى. لكن فقط نسمع صوت واحد، يجب أن نسمع صوتين، بمعنى أن أحد هذين القطعين معطل. ما هو دور هذين القطعين؟ هو ما سنلاحظه بعد قليل. أعزائي المشاهدين هو القطع المغناطيسي، كذلك هذا متصلين مباشرة بواسطة هذه الأسلاك بلوحة إلكترونية. هنا سبق أن قمت بتقديم شرح مفصل حول أعطال سخان الماء المنزلي أو الشوفو في أحد حلقات القناة. إذا سنقوم بفحص هذين القطعين كل واحد على حدة. سنقوم بالإلغاء هذا القطعين ونجرب الآخر. هذا للإشارة، يجب أن نضع القطع في مكانه، لأن هكذا حتى وإن كان هذا القطع جديد لن يعمل. نضعه في مكانه هكذا. إذا لاحظوا عندما سنقوم بغلق الدارة الكهربائية سمعنا صوت بالداخل، وهنا انجذب هذا السداد إلى الداخل. سأقوم بفتحها كما لاحظتم، هذا السداد رجع إلى موضعه الأصلي. عندما يرجع هذا السداد، ما هي العملية التي تحدث؟ هذا السداد هنا عبارة عن مطاط يقوم بغلق هذه الفتحة. هذه الفتحة متصلة مباشرة ب مزود أو مدخل الغاز. من هنا يدخل الغاز عبر هذه الفتحة هنا ليصل إلى هذا الحوض هنا، إلى هذه المنطقة، فيجد هذه القطعة المطاطية أو هذا الجوان هنا في هذه المنطقة، يقوم بغلق هذه الفتحة، وبالتالي لا يتسرب الغاز أو لا يصل بالأحرى إلى السخان. هذا في حالة كان السخان أو الدارة الكهربائية عفوا مفتوحة. عندما نقوم بغلق الدارة الكهربائية ماذا يحدث؟
ينجذب هذا السداد إلى الأعلى، وبالتالي يترك المجال للغاز ليمر من هذا من المدخل عبر هذه الفتحة ليصل إلى المنطقة الثانية. هنا توجد فتحة أخرى هنا كما تلاحظون هنا، فيصل الغاز إلى هذه المنطقة فيجد أمامه هذا السداد الثاني، بمعنى أن هنا نظامين للحماية، السد الأول ثم السد الثاني. عندما يجد هذا السد هنا، بالرغم من مرور الغاز من هذه المنطقة عبر هذا السد، يصل إلى المنطقة الثانية. يجب أن يفسح المجال أمام الغاز ليمر من هذه الفتحة عبر هذا الأنبوب، وبالتالي إلى هذه المنطقة في الأعلى. لكن يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، كيف تتم عملية تشغيل السخان أو سخان الماء المنزلي؟ الماء يدخل عبر هذا الأنبوب من هنا، يأتي عبر هذا الأنبوب إلى هنا عبر هذا الأنبوب، ثم يأتي إلى المخرج عبر هذا الأنبوب إلى هنا، وبالتالي إلى هذا المخرج. عندنا مدخل الماء البارد، وهنا نحصل على ماء ساخن. العملية تتم عن طريق هنا بالداخل، توجد قطعة بداخل هذا الأنبوب، وهنا يوجد هذا الحساس. هذا الحساس ما هو دوره؟ يقوم بغلق التيار الكهربائي بمجرد مرور الماء عبر هذا الأنبوب. الحالة الأصلية للقطعة التي بالداخل تكون دائما هنا، لأن السخان يكون مثبت هكذا. لاحظوا الآن، حتى لو قمت بغلق الدارة الكهربائية لن أحصل هنا لا على شرارة، وكذلك هنا القواطع أو القطع المغناطيسية لن يقوم بالعمل المطلوب. لماذا؟ لاحظوا كما لاحظتم، حتى الشرارة لم أحصل عليها. نعيد مرة أخرى كذلك، لأن القطعة التي داخل الأنبوب الآن هي في الأسفل، لم تصل هذا الحساس، إذن يجب أن يدفع الماء إلى الآلة. عندما يدخل الماء عبر هذا الأنبوب، يدفع تلك القطعة داخل الأنبوب لتصل إلى الآلة إلى هنا. عندما تصل إلى هنا، بطبيعة الحال تجتاز هذا الحساس، وعندما تجتازه هذا الحساس يرسل إشارة إلى البطاقة أو اللوحة الإلكترونية هنا، فتقوم بغلق الدارة الكهربائية. بطبيعة الحال عندما تكون قد قمنا بغلق الدارة الكهربائية يدويا هكذا. الآن أنا سأقوم بدور الماء. الماء يقوم بدفع تلك القطعة إلى الآلة. أنا الآن سأقوم بدفعها إلى الآلة يدويا. لاحظوا، سأقوم الآن بغلق الدارة الكهربائية هكذا، وأقوم بدفع هذه القطعة. إذا كما لاحظتم حصلنا على الشرارة. سأغلق ثم أفتح من جديد لأريكم كيف تحدث العملية. سأغلق الدارة الكهربائية هنا، لاحظوا ماذا سيحدث. بالرغم من أننا لم نقم بفصل الدارة الكهربائية، نلاحظ أنها فصلت لوحدها. لماذا؟ لأنني عندما قمت برفع السخان هكذا كما يكون مثبت في الحائط، القطعة التي بالداخل عادت إلى موضعها الأصلي إلى الأسفل، بمعنى أنها أسفل هذا الحساس. الآن سأقوم بإرجاعها إلى الآلة أو بدفعها إلى الآلة. لاحظوا حصلنا على شرارة. إذا نفهم من هذا الشرح أن من بين الأعطال كذلك التي تلحق بالسخان
هو العطل الذي يلحق بهذا الحساس. في حالة عطل هذا الحساس يجب استبداله، وهو يباع عند البائع مواد العقاقير أو الدروغري بثمن بسيط حوالي 20 درهم مغربية تقريبا. هذا ليس موضوعنا في هذا الفيديو، لأن الحساس يشتغل. المشكل الذي بهذا السخان هو بأحد هذين القاطعين المغناطيسيين أو الفان مانيتيك، له متصلا بهذه اللوحة الإلكترونية. سأجرب هذا كما مرة ثانية. كما سمعتم هناك صوت. بالفعل هنا هذا السداد ينجذب إلى الآلة. سأقوم بفتح الدارة. كما لاحظتم رجع إلى أو عاد إلى موضعه الأصلي الأولي. إذن هذا يشتغل. نجرب الثاني. لاحظوا هذا. إذن كما لاحظتم بالنسبة للثاني لم يشتغل. سنجرب مرة أخرى. إذن كما لاحظتم فهو لا يشتغل. إذن هذا القطع هو الذي به عطل ويجب استبداله. سأقوم باستبداله بهذا. سأقوم الآن بتجربته. كما سمعتم هنا صوت، وفعلا انجذب هذا السداد الى الآلة، رجع الى الموضع الاصلي. نعيد مرة اخرى فهو يعمل. كما لاحظتم فهو يعمل، رجع الى الموضع الاصلي. اذا سأقوم باستبداله باخر. الان سأريكم طريقة اذا لم تجدوا هذه القطعة او هذا القطع المغناطيسي مانيتيك فالف. طريقة سهلة جدا، فقط يجب أن يكون أحدهما يشتغل. نأخذ شريط لاصق هكذا، مثلا هذا هو الذي به عطلة. سوف أقوم بوضع شريط لاصق هنا هكذا. إذا كما تلاحظون هنا يبقى دائما مسحوب إلى الآلة، وبالتالي دائما الغاز يمر من هنا حتى إذا كانت الدارة الكهربائية مغلوقة، وبالتالي يبقى فقط قاطع واحد هو الذي يعمل، وهذا كافي. الآن سأقوم بتركيب هذا القطع في مكانه. إذن كما تلاحظون أعزائي المشاهدين نسمع صوتين، الصوت الأول والثاني هكذا، بمعنى أن القطعين يعملان معا. الآن سأقوم بجمع هذا السخان. هذه هي القطعة المعطلة. أول شيء أقوم بتثبيت هذا القطع هنا. أولا يجب نزعه من هنا. أقوم بتثبيت من الخارج هكذا. الآن نضيف هذا السلك إلى القطع، ويبقى السلكين المتبقيين.
سيتم تثبيتهما بالبطاريات. البطاريات تثبت هنا. سأقوم بتثبيتها. سأقوم الآن بتثبيت الأسلاك الكهربائية للبطاريات. الآن سأثبت السخان بالغشاء أو الغطاء الخارجي. الآن هنا لاحظوا يجب الانتباه جيدا إلى هذه الأسلاك في الأسفل، يجب تفصيلها أو وضعها في مكانها المخصص لها هكذا. سنثبت الآن هذه الأزرار. بالنسبة لهذا السخان أعزائي المشاهدين، أنصح به الناس الذين لا يتوفرون في منازلهم على الماء بضغط كبير كما لاحظتم، ومن خلال الشرح الذي قدمته لكم خلال هذه الحلقة فإن هذا السخان لا يحتاج إلى ضغط الماء أبدا، فهو يشتغل حتى بدون ماء كما لاحظتم. هو الآن يشتغل بدون ماء. الآن إذا قمت بتوصيل الغاز هنا وقمت بغلق الدارة الكهربائية سيشتغل، ستشتغل النار في الموقف في الداخل هنا. بمعنى أن هذا السخان أنصح به الناس الذين لا يتوفرون في منازلهم على ضغط الماء بنسبة كبيرة. الآن سأمر إلى التركيب أو تثبيت هذا السخان في مكانه. إذا كما تلاحظون أنا قمت هنا بتثبيت السخان في مكانه الحائط. هذا الأنبو أي مباشرة بمصدر الماء، من هنا يدخل الماء البريد، وهذا الأنبو خاص بالماء الساخن يخرج منه الماء الساخن، وهذا الأنبو من طبيعة الحال الأنبو المطاطي خاص بالغاز. هذين أعزائي المشاهدين هما القاطعين. الآن سأقوم بتشغيل الماء. سأقوم الآن بغلق الدارة. إذا لاحظوا فهو يشتغل بشكل طبيعي. هنا كما قلت لكم في السابق يدخل الماء عبر هذا الأنبوب فيقوم بدفع القطعة التي بداخل هذا الأنبوب، تلك القطعة بدورها عندما تمر تحت هذا الحساس، هذا الحساس يقوم بإرسال الإشارة إلى اللوحة الإلكترونية هنا في هذه القطعة البلاستيكية فيتم غلق الدارة الكهربائية. بطبيعة الحال بعدها نقوم بغلقها يدويا، فيأتي دور هذين القطعين يسمحان بمرور الغاز من هذا الأنبوب إلى موقد النار إلى هنا. بالنسبة لهذه الأزرار، هذا الزر خاص بكمية الماء. لاحظوا هنا الماء بكمية عالية. الآن سوف أقوم بالتقليل من كمية الماء. لاحظوا حتى الصوت يتغير في السخان، وهذا الزر يتحكم في نسبة أو كمية النار. لاحظوا بالنسبة لهذا الزر فهو يتحكم في الموقد. لاحظوا هنا في المستوى الأول فقط يشتغل الموقد الأمامي فقط. لاحظوا عندما
اختار الخيار الثاني. اشتغل الموقد الامامي والخلفي. لاحظوا هنا يشتغل فقط الموقد الامامي. عندما اختار الخيار الثاني يشتغل الموقد الخلفي كذلك. اذا اعزائي المشاهدين هكذا يعمل سخان الماء المنزلي او الشوفو. هذا هو المبدا او العمليه التي يقوم بها ليشتغل في الطريقه المطلوبه. اذا كما تلاحظون هو الان يشتغل. لاحظوا هذا ما قمت بتثبيته في مكانه في الحائط. والى هنا اعزائي المشاهدين وصلت حلقتنا الى النهايه. على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله وفيديو جديد. واذا اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ونشره مع اصدقائكم واحبابكم لتعم الفائده. الى اللقاء.